او امتلاك الطاقه النوويه، لكن اذا كان امتلاك الطاقه النوويه هو الذي يمكن ان يردع العالم فليمتلك العرب الطاقه النوويه، ايه الازمه يعني؟ القنبله النوويه، ايه الازمه؟ ايه الازمه؟ والله بجد يعني انت طول الوقت قاعد مسالم ولطيف، ولما نيجي نعمل مفاعل الضبعه يقول لك ده للاغراض السلميه ولتوليد الكهرباء. يعني اذا كان العالم بظلمه يفرض عليك انك ان لم تمتلك القوه فهيدوس عليك على رقبتك بشكل واضح جدا. فانا بقول والله ما المانع ان تمتلك الدول العربيه، ان تمتلك مصر ترسانة اسلحه نوويه؟ ايه ايه في ايه؟ اذا كنت انت عايز تفنيني يعني، هذا العالم يريد ان يفني هذا العالم العربي او يفني الدوله المصريه، وهذا ليس كلام في الهوى. لكن اذا كان منطق القوه هو من يحكم العالم، ما يحكم العالم، فلتكن قويا. واذا كان لديك انت اساسا مقومات هذه القوه تفرط فيها ليه؟ يعني العرب خلال السنه اللي فاتت دي مثلا دفعوا سلاح للامريكان تحديدا، حاجه مجرده يعني، السعوديه، الامارات، قطر، راحوا بتاع. انت لا تمتلك هذا يعني. قطر ايه اللي بيهددها مثلا؟ اذا كان قطر هي العميل الاساسي، السمسار اللي بينفذ كل العمليات دي الاساسي، ايه يهددها يعني قطر؟ فانت عندك ببساطه شديده جدا اذا كانت القوه هي من تردع من يريدون بك شرا، امتلك القوه. ما اسرائيل عندها سلاح نووي، محدش عارف يكلمها. فاذا كل اللي بيحصل على الارض ده عظيم، صلات، مفاوضات، ضغط دبلوماسي، بتوضح للعالم، بتاخد موقف. لانه المره دي الحقيقه احنا بقالنا اسبوع وكل يوم الامور بتهدى، حتى لهجه الغضب بتهدى، المظاهرات مش عارف ايه يعني حتى النهارده يوم الاربعاء مثلا ما تمش اعلان عن جمعه مش عارف كذا في الدول العربيه والناس تدعي، يعني حتى الناس اللي بتنظم المساله مش موجودين. فانت محتاج الى قوه، الدول دي تتوحد بقى، تشوفوا لكم حل مع بعض، لانه ده هيبقى خطر مش على بس الدول، رقبتك هتروح. والقدس الحقيقه كرمز هي عباره عن نقطه اذا تم عبورها قول علينا الرحمن الرحيم، يعني اذا تم عبور موضوع القدس والمساله خلصت فعلا، المساله انتهت. لانه انت يعني هتفرط في ايه؟ ده احنا قاعدين نقول لك ده قدس اقداس ودي حاجات من مقدساتك ودينك وعقيدتك والى اخره، وفي الاخر انت قاعد تفرط، تعمل اللي عليك صحيح. لكن انا اعتقد ان هناك اوراق وهناك ادوات وهناك اليات وهناك قوه وهناك ثروه وهناك نفوذ يمكن ان تستخدمه الدول العربيه والاسلاميه في وضع حد لهذا هذه الازمه. ويمكن ده محور من محاور حديثنا ان شاء الله النهارده مع ضيفنا الكريم اللواء سمير فرج، يعني وهو لا يخفى عليكم دوره وما يمتلكه من افكار.